السلام عليكم، معكم الحارس محمد جمجامي، حارس فريق كوكب مراكشي. والحمد لله كما تعرفوا داز الماتش هذا في اجواء يعني مزيانه، الجمهور ديما مسادنا الحمد لله. في صدد المباراه هذه حنا بغينا نبقاو ديما في الصداره ونستاليو باكبر ريكور، والحمد لله تاتنا هذه الشهاده. تنشكر بزاف الطاقم التقني واللعابه اللي قدموا مباراه كبيره، تابريباريو الماتش بحال كاع الماتشات اللي فاتوا، يعني ضروري خاصنا نربحوا هذا الماتش هذا والماتش الجاي ان شاء الله في قنيطره. وتنهجوا هذا الفوز هذا لمجموعه مراكش والجمهور المراكشي، وان شاء الله الصعود في الموسم القادم في الموسم الاحترافي الاول. شكرا.